حضرتك شو صاير لك اليوم؟ ليش متحاملي علي كل هالقد؟ لا الله يسامحك يا سامر، مو هيك القصة، بالعكس. إذا صار في شيء جديد اليوم فهو إني صرت مهتمة أعرف عنك أكثر، كونه صار في شيء رسمي، مو تحامل أبداً. وإذا بدك أكون واضحة أكثر، أنا سألتك كل هالأسئلة لحتى برر لك تصرفاتك وأفهمك أكثر، وبنفس الوقت بدي أطلب منك طلاق. أنت بتأمري أمر؟ تسلم لي سامر. أنا بدي أترجاك، إذا إن شاء الله صار نصيب وارتبطنا وبعدين بعد الارتباط حسيت أنك كرهتني، يعني هيك فجأة ما عاد حبيتني وصار إلك علي اعتراضات مثل هي اللي حكيت لي إياها عن مرتك واللي خلاك تقسى عليها وتخونها، يعني إذا صار كل هاد سامر أنا بترجاك لا تقسى علي وتخوني. بكل بساطة تعال عندي وقول لي هالحياة أنا ما بقى بديها، طلقني وساعتها بعدين عمل اللي بدك إياه. لك شو عم تحكي أنت؟ عم تقارني حالك فيها؟ لك هديك شكل وانت شكل. سامر الله يخليك، هلأ لا تقلي انت شكل وهي شكل وما بعرف شو، يعني مرتك كمان بيوم من الايام كانت حبيبتك وخطيبتك واكيد قعدتوا مثل هالقعدة هي بكل رواق وحب، ويمكن لو طلبت منك نفس الطلب بوقتها رح ترد عليها بنفس الجواب وتقلها اعوذ بالله وما بعرف شو ومدري شو. سامر الانسان مشاعره بتتغير بلحظة، يا اخي بجوز تصرف مني انا ما يعجبك يوترك مني، ساعتها تركني، بس اياك تقسى علي وتضربني انا ما بتحمل. لك شو اضربك؟ منين طالعين لي بهالقصة؟ انا شكلي شكل واحد بيضرب؟ لك نملة ما فيني افعس انا. بعدين ما عاش اللي بيرفع ايده عليك. روقي حبيبتي روقي. منين بدي اجي روق؟ هي ماما ما عادت موقفة بالبرة، وعصب علي التليفون. بس بتعرفي هو معه حق، لأنه قال لي وكان حاسب الحساب. حبيبتي شان أمجد ما تخافي بالمرة، أكيد ما رح يزعلك. بس شو بدك تعملي مع أمك بعد ما غيرت موقفها؟ ما بعرف، ماني عم أقدر أفكر بولا شيء. إذا ما بتجوزوا لأمجد بيت الحالي والله بيت الحالي. لا لا ندوش خلاص، لا حركات الأفلام هاي، ما لا حركات أفلام. ليش هيك عم تقليلي؟ حبيبتي خليكي منطقية، ما في حدا بهالعالم كله بيموت ورا حدا تاني. أساسا أنت من أول ما قلت لك على وضع لأمجد وأنت صرتي ضده. شو بكي؟ ليش هيك عم تطلعي فيني؟ ما في شي، أنا آسفة مو قصدي، بس أنا خايفة خايفة. ندوش بس حبيبتي بتعرف ايش عم يخطر لي هسا؟ ما بعرف قول. ما حدش بيعرف قصتي غير انا وانت وربا وناديه، انت مستحيل تحكي ولا انا ولا ناديه، فما ضلش غير ربا. هيك المنطق بيقول، وحده زيها بكل بساطه بتتصل في امها لناديه وتحكي لها كل القصه. انا كنت عم فكر نفس الشيء، بس ليش بقى؟ يعني ليش لحتى تعمل ربا هيك؟ مش عارف. لو هالحكي صاير زمان قبل ما تتركك وتهرب كانت هالفرضية ما خطرتش على بالي، بس هسا بعد اللي صار ليش لا؟ طلعت بنت سيئة وكله ظروف بتأكد هذا الشيء، شو اللي بردها؟ يعني من مبدأ الانتقام مثلا. انتقام من نادية؟ لك لا يا أخي، يعني شو السبب؟ ليش لحتى تعمل هيك؟ ما هي من طول عمرها بيت سرها وملجأ الوحيد. مش ضروري يكون في سبب، انت بتعرف علاقات البنات كيف؟ يعني حست انه حياتها انهارت وانتهت وحياة رفيقتها بلشت، من مبدأ الغيرة مش اكثر من هيك. ما بعرف. Thank you.
أمير شو؟ فاضي؟ خير؟ افتح بدي أحكي معك بشغلة. ما بتتأجر؟ لا ما بتتأجر افتح. لك يلا. خير؟ شو؟ عم تدخن؟ عم نفخ تنفيخ، ما عم ببلع. عم تنفخ يعني تقريبا بمعدل كم سيجارة عم تنفخ باليوم؟ ميادة مشان الله، ها عندك شي مهم احكي، ما عندك روحي خليني اكمل دراستي. يا ولاد تعالوا على الغدا. انا باكل احسن شي اصلا ما يجوا. استنى شوي، في موضوع مهم بدي احكي فيه معك. إذا شي بخصك احكي، بس بدك تعملينا محاضرة عن مدار التدخين فالله يوفقك. ها لا حبيبي، ما بدي أعمل لك محاضرة عن مدار التدخين، بدي أحكي عن شيء أضرب من التدخين. شو هو؟ الحشيش. شلون يعني؟ أمير أنت عم تحشش؟ عم تبكي؟ طبيعية انت؟ الحمد لله يا الله، خفت عليك، انا خفت عليك. يا ولاد تعالوا اساسا شو اللي خلى هيك موضوع يجي على بالك؟ مجنونة؟ ما هو لانه انت كل الوقت مسكر على حالك الباب وما بعرف شو عم تعمل. لك يا مجنونة، انا لما بسكر الباب على حالي بكون عم دخن، بس بكون عم نفخ تنفيخ ما عم ببلع، بس قولي لي حشيش، ايش وانا حمار؟ شو رايكم نجيب لكم الغداء لهون؟ لا لا ماما يلا جايين. ايه يلا خلصوني. يلا ميادة. لا شو قصة الشرايط الحمر كترانين على راسها لأمي؟ تضرب ما خلصها. اللي كان حشيش يخرب بيتك، شو حشيش ما حشيش؟ قومي قومي قومي. في شي عم شي؟ ما في شي، قومي. لك أهلين، كيفك أنتي؟ شو أخبارك؟ رائد بدي أسألك سؤال، أنت شو شفت على أمير بالضبط لحتى تحكي هذا الكلام؟ إيه أنا حكيت معه وتأكدت 100% أنه هذا الكلام مانو مزبوط. لك شو بدك شلون تأكدت؟ هي أخي وبعرف إمتى بيكذب وإمتى بيصدق. طيب عندك دليل؟ شلون متأكد؟ ما انت مبارح لساتك عم بتقلي انك شاكك مانك متأكد، بقى شو عدا ما بدا بالله؟ وليش ما بينحكى على التليفون؟ طيب ماشي خلص اتفقنا. اهلين رائد، اهلين. أمجد بده يحكي معك. ألو؟ أهلين. أهلين، أنت كيفك؟ الحمد لله. معلش أقول لك شغلة، ممكن نأجل الحكي بهالموضوع؟ إيه والله عم جاني راسي وأعصابي تعبانة. إيه أنا برجع بخبرك. أهلين، مع السلامة. لك توبري قلبي، أنا بعرف أنك أنت طيبة وقلبك كبير، الله يخلي لي إياكي.
لك يا أمي يا حبيبتي، أنا ما عندي شيء ضد الشاب، بالعكس هو أكابري ومهذب ومحترم. إيه هذا المهم. هذا مهم بس مو هو الشيء الوحيد المهم. أنا آسف رزان، عن جد أنا آسف، بس بصراحة تفاجأت. شو اللي فاجأك بالضبط؟ ما بعرف ليش ما كان يخطر لي إنه أنت تكوني مرقتي بعلاقة حب، قصدي علاقة جدية. وليش بقى؟ ما بيبان عليك عندك تجارب سابقة. يعني كيف ممكن يبان؟ قصدي أنت شلون ممكن تعرف إنه هاي الوحدة عندها تجربة حب سابقة ولا لا؟ بيبان، لأنه هيك نوع من التجارب تخلي الواحد أكتر جرأة. بجوز الواحد بس مو الوحدة. قصدي إنه الشاب بيختلف عن البنت بهي القصص. بشو؟ يعني على اعتبار إنه هاي التجارب بتخلي الشاب أكتر جرأة، لأنه منيح كتير إنه يصير أكتر خبرة. بالنسبة للبنت ما بعرف، هي التجارب ممكن تخليها أكتر تحفظ. يعني أنت علاقتك مع آدم خيبتلك أملك بالحب؟ لا، خيبتلي أملي فيه هو. طيب هلأ بعد ما صار جاركم، فرضاً يعني حب يتصل فيكي أو يتواصل معك، أنت شو؟ ما بعرف. شلون يعني ما بتعرفي؟ رزان معقول بعد أكثر من 6 سنين يكون في عندك رغبة تتواصلي معه؟ بجوز ما نسميها رغبة، بجوز تكون فضول. فضول لشو؟ يعني إنك تشوف حدا كان بيعني لك بيوم من الأيام أشياء كتيرة، حدا كان ممكن مصيرك ومصيره يرتبطوا مع بعض وللأبد، تشوف حياته من راحت، تسأل حالك يا ترى أنا خسرت ولا كسبت لما ما كملت أنا وياه. طيب أنتوا ليش ما كملتوا؟ قصة طويلة. حكيلي. ماني حاسة حالي جاهزة هلا